بسم الله الرحمن الرحيم. بناتي وابنائي الاعزاء، ان شاء الله نبدا النهارده محاضره خاصه ب زمايلي اعضاء الدراسات العليا في كليه الطب جامعه بورسعيد، ونبدا مع بعض سلسله محاضرات خاصه بالجيناتيك. اول محاضره هنبدا بيها النهارده هي السيل سايكل. البيبي الجميل ده الحقيقة قاعد يحلم ان يبقى عنده بيبي زيه بالظبط. علشان يبقى عنده بيبي لازم طبعا يحصل له جروث ويكبر ويبقى ماتيور، وبعدين لما يحصل بريجننسي هيحصل الدليفري او الليبر، وساعتها هيبقى بقى عنده تو بيبس. يبقى اذا ده نجح ان هو يكمل اللايف سايكل بتاعتنا اللي هي عبارة عن جروث بريجننسي ولادة. فترة الجروث دي بنسميها G1، وفترة الحمل بنسميها G2، لان الحدثين الرئيسيين عندي في اللايف سايكل هي البريجننسي والولادة. يبقى التايم اوف جروث هنعتبره G1، او جاب ما بين مرحلة الولادة ومرحلة البريجننسي الجديد، ودي طبعا بيقعد سنين. مرحلة البريجنانس اللي هي 9 شهور بنسميها G2. برضو نفس الكلام، الخلية دي بتحلم ان يكون عندها بيبي، علشان كده لازم الاول يحصل لها دابليكيشن للدي ان ايه، وهذه الخلية اللي فيها دابليكيت الدي ان ايه هتدخل في سيل ديفيجن علشان تبقى تو سيلز. الفترة الزمنية ما بين النيو سيل والدبليكيشن اوف ذا دي ان اي بنسميها G1، والفتره الزمنيه ما بين الدبليكيشن اوف دي ان اي والسكند سيل ديفيجن بنسميها G2، ودي اللي بنسميها السيل سايكل. يبقى السيل سايكل عباره عن ايه؟ دي الاجنده بتاعتنا اللي هنتكلم عليها النهارده، اللي هي الفيزز اوف ذا سيل سايكل والريجوليشن اوف ذا سيل سايكل. في الفيز اوف ذا سيل سايكل هنتكلم عن G1 والاس فيز والG2، وبعدين نتكلم عن الام فيز اللي هي عباره عن 4 مراحل: بروفيز، ميتافيز، انافيز، اند تيلوفيز. واخر حاجه نتكلم عليها هي الريجوليشن اوف سيل سايكل. لو عرفنا نطبق نغطي الثلاث نقاط الرئيسيه دول يبقى احنا كده كويسين النهارده خالص. ايه هي السيل سايكل؟ دي مجموعه الاحداث اللي بتحصل في الخليه علشان في الاخر تنتج لي تو سيلز. في كل مره هي بتطلع تو سيلز مش اكتر من كده، يبقى دي بسميها السيل سايكل. يبقى هي السيل سايكل دي مجموعه احداث بتحصل في الخليه اللي بتؤدي الى اتس ريبليكيشن. طب السيل سايكل دي لو قلنا ان اللايف سايكل بتاعتنا بتاخد ييرز، من اول ما الواحد كان بيبي لحد ما يخلف بيبي تاني، طيب الخلية بتاعتنا بتحتاج قد ايه من الوقت علشان تبقى خليتين؟ الحقيقة هي بتحتاج من 24 ساعة الى years days او months او years، لكن المتوسط بتاعنا هو 24 ساعة. يبقى الخلية كانت في اول 24 ساعة خلية واحدة، لكن دلوقتي بقت خليتين. طب يا ترى ايه اللي بيحصل في ال 24 ساعة دول؟ في ال 24 ساعة دول السيل ديفيجن نفسه، عملية الولادة نفسها بتاخد حوالي 3 ساعات. يبقى أنا عندي الوقت 2 دوتر سيلز، خليتين جداد خالص ما كانوش موجودين قبل كده، يعني المذر سيل اختفت. عندي دلوقتي 2 دوتر سيلز، الـ 2 دوتر سيلز دول هيدخلوا واحدة منهم في السيل سايكل، ماشي، وبعدين تدخل في السيل سايكل، وبعدين الخلية الجديدة دي هنشوفها دلوقتي هتدخل في سيل سايكل تانية. يبقى الخلية دي دخلت في كام سيل سايكل؟ في 2 ورا بعض. المسافة او الزمن ما بين التو سيل ديفيجن بسميه انترفيز. يبقى الخلية دي عمالة تلف كده، اول ما توصل لهنا يبقى نيو سيل، تفضل ماشية 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 ماشية، وبعدين تدخل في الفيز اللي هي الام فيز، وبعدين تبقى تو سيلز، وبعدين تدخل هنا ترجع تاني ماشية 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 ماشية، بتدخل في النكست ام فيز. يبقى اذا الفترة الزمنية ما بين
two successive M phases بسميها interphase. يبقى هو interphase ده الزمن الذي يقع ما بين two successive M phases ده حوالي 21 ساعة اللي فيه الخلية بتحضر نفسها علشان تعمل cell division. يبقى إذن السيل سايكل أقدر أسميها المرحلتين رئيسيتين، المرحلة الأولانية بسميها إم فيز ومرحلة الولادة أو مرحلة السيل ديفيجن إتسيلف، المرحلة الثانية بسميها إنتر فيز وده الزمن ما بين تو سكسيسيف سيل ديفيجن. طيب الإنتر فيز ده هل هو وقت واحد ولا مراحل مختلفة؟ لا يعني هل هو مرحلة واحدة ولا مراحل مختلفة؟ لا هو ثلاث مراحل. المرحلة الأولانية زي ما تكلمنا قبل كده في المثال اللي احنا اديناه اللي هي مرحلة الجروث ودي بسميها جي 1، والمرحلة الثانية اللي هي مرحلة التابليكيشن زي دي النية أو البريجننس واللي سميناها اس فيز، المرحلة الثالثة وهي اللي بتفضل فيها الخلية بريجننت فترة طويلة علشان يحصل السيل ديفيجن ودي بسميها الجي 2. يبقى إذن الانترفيز أقدر أقسمه إلى ثلاث أزمنة، الزمن الأولاني بنسميه جي 1 والزمن الثاني بنسميه اس فيز والزمن الثالث بنسميه جي 2. طيب ايه اللي بيحصل في الجي 1؟ اللي بيحصل في الجي 1 هو عمليه جروث، الخليه بتبقى طالعه من السيل ديفيجن صغنطوطه خالص فيري يانج سيل، علشان كده هتحصل لها جروث هتكبر، وبعدين لما تكبر هتكتر السيل اورجانيلز بتاعتها وتكتر الكبر السيتوبلازم وتظبط امورها علشان حاجه من الاثنين، يا اما تدخل في سيل ديفيجن مره تانية يا اما تفضل عايشه من غير سيل ديفيجن وتبقى فانكشنينج سيل، تشتغل بقى مصل، تشتغل ليفر، تشتغل سبلين، تشتغل في الكدني، ايا كانت وظيفتها يبقى هي ما عادش ليها علاقه بالسيل سايكل. لكن لو هي داخله السيل سايكل يبقى هسميها جي 1. يعني ايه داخله السيل سايكل؟ يعني الخليه دي هتنقسم، يبقى دي الديوريشن بتاعها بيبقى variable. يعني ايه variable؟ يعني ممكن يبقى hours، ممكن يبقى days، ممكن يبقى months، يبقى ممكن forever، يعني ما عادتش تدخل السيل سايكل مرة تاني. بدايتها من نهاية الام فيز لحد السنس اوف دي ان ايه، لسه قايلين الكلام ده وشرحينه على الساعة بتاعتنا. السيل في المرحلة دي الخلية بتعمل ايه؟ الخلية حاجة من الاتنين، يا اما هتبقى functioning cell وبالتالي ما هيلهاش علاقة بالسيل سايكل، يعني تبدأ لو هي سيكريتنج سيل هتبدأ تجهز الانزيمز والريسبتورز اللي محتاجاها في عملية السيكريشن، لو هي ابسورب تفسيل هتبدأ تجهز الريسبتورز والانزيمز اللي محتاجاها فور ابسوربشن، لو هي نيرف سيل هتبدأ تجهز المايكروتوبيولز والمايكروفيلمنتس والكيميكال ترانسميترز اللي محتاجاها وهكذا. لكن لو هي هتدخل في السيل سايكل مرة تانية يبقى هي هتجهز الانزيمز اللي محتاجاها علشان تدخل في الاس فيز او الريبليكيشن اوف ذا دي ان اي. في الاس فيز اس من سنسز، سنس اوف وات؟ سنس اوف ذا دي ان اي. الدي ان اي عندي بيبقى دبل ستراند الدي ان اي، لكن بنهاية الاس فيز هيبقى الدي ان اي عندي دبل اماونت اوف ذا دي ان اي. يعني لو انا بادئ ب 1 بيكروجرام او 1 مايكروجرام او 1 كيلوجرام في نهايه الاس فيز هيبقى عندي 4 سي، يبقى لو انا بادئ ب 2 سي بفوق ب 2 سي هيبقى في الاخر عندي ايه؟ عندي 4 سي، لكن النمبر اوف كروموسومز از ستيل كونستانت. ودي قلناها في المحاضرة اللي قبل كده ان الكروموسوم بيغير شكله علشان يستوعب كمية الدي ان اي الجديدة. يعني احنا قلنا الكروموسوم ده ما هو الا كونتينر للدي ان اي، لما يكون عندي الدي ان اي عبارة عن 2 سي يبقى الكروموسوم بتاعي دراع واحد، لكن لما يكون 4 سي لازم الكروموسوم بتاعي يكون ليه دراعين، بنسميه دبل كروموسوم، يبقى النمبر اوف كروموسوم هيفضل كونستانت. في المرحلة دي البروتين سنس is very low، لكن كله مهتم بتصنيع الهستون بروتين او الهستون برودكشن. ليه؟ علشان هيلف عليه الدي ان ايه ده لما يدخل في المرحلة اللي بعد كده. يبقى دي اللي بيحصل في الاس فيز. في الجي 2 ودي في نهاية الاس فيز ودي برضو بتاخد لها حوالي 9 ساعات بيبقى في significant protein synthesis خاصة للتيوبيولين بروتين اللي بنصنع منه المايكروتوبيولز واللي هنستخدمها في الاسبندل سيستم علشان نعمل
سيباريشن او ولاده للخليه الجديده. يبقى الدي ان ايه الدي ان ايه ريبليكيشن في المرحله دي از انالايزد. انالايزد بايه؟ بتشيك بوينت. يبقى الخليه في السيل سايكل يبقى عندها كذا تشيك بوينت، فور تشيك بوينتس. دي واحده مهمه من التشيك بوينتس. كان عندي قبل كده في الجي 1 كان في تشيك بوينت علشان تختبر نفسها، ما اعرفش اتكلمنا عنها ولا ايه. لو نرجع كده للجي 1 ما اتكلمناش عنها. يبقى احنا عندنا في الجي 1 في تشيك بوينت، وفي في الاس في سي عندنا تشيك بوينت تاني. في التشيك بوينت الاولانيه الخليه بتشوف نفسها هي مؤهله للسيل ديفيجن ولا مش مؤهله للسيل ديفيجن. لو ما كانتش مؤهله للسيل ديفيجن مش هتدخل السيل سايكل. عشان كده في تعبير او لازم نكون واعيين ليه بنستخدم تعبير سيل سايكل مش سيل ديفيجن. السيل ديفيجن دي جاست بروسيس، عمليه الولاده، لكن ما هياش دي حياه الخليه. حياه الخليه طويله ممتده وفيها ايفنتس كتيره، فيها احداث كتيره. دي واحده من الاحداث المهمه، ان انا اختبر الخليه بتاعتي هل هي مؤهله للسيل ديفيجن ولا مش مؤهله للسيل ديفيجن. واحده زي النيرف سيل مهما اعمل لها ستيموليشن هي بتيجي تختبر نفسها تلاقيها ما هياش مؤهله خالص للسيل ديفيجن. ليه عملت ديستراكشن لهذا السيستم اللي بنسميه التشيك بوينتس. هنا الخليه بتاعتنا بعد الاس فيز هتعمل تشيك بوينت، هتروح للدكتور علشان تتابع الحمل بتاعها وتشوف هل الدي ان ايه اللي عملته ده بالظبط ايدنتيكال للدي ان ايه القديم ولا مختلف عنه. طب لو كان مختلف عنه هنشوف درجه الاختلاف بتاعتنا دي. هل درجه الاختلاف بتاعتنا دي بسيطه واقدر اصلحها؟ هروح الجا لسيستم موجود جوه النيوكليوس اسمه دي ان ايه ريبير سيستم، اصلح بيه شوية البايس اللي ممكن تكون حصلت في النسخة الجديدة من الدي ان ايه. طب لو هو الديفكت اللي موجود في الدي ان ايه اكبر من امكانية الدي ان ايه ريبير سيستم، الخلية تنقسم ولا ما تنقسمش؟ لا ما تنقسمش برضه. ليه؟ لان هتلجأ لسيستم تاني هيدخلها في عملية بنسميها الابوبتوسيس. يبقى الخلية هتنتحر لان هي غير مؤهلة ان هي تطلع خلية شبهها بالظبط. اذا يبقى احنا كده خلصنا الجي 1 والاس فيز والجي 2. ندخل بقى على الام فيز. ايه اللي بيحصل في الام فيز؟ الام فيز اقدر اشوف النيوكليوس بتاعتي تحت الميكروسكوب باربع اشكال. المرة الاولانية بنسميها بروفيز. بعد شوية لو اسيب النيوكلس دي نفسها شوية كده ساعة الاقي شكلها اتغير واسميه ميتافيز. لو سبتها كمان ساعتين هيبقى شكلها يتغير ونسميها انافيز. وبعدين في الاخر تبقى في مرحلة التيلوفيز. يبقى اقدر اقسم الميتافيز الى اربع مراحل. مرحلة بنسميها المرحلة الاولانية بنسميها بروفيز، المرحلة التانية بنسميها ميتافيز، المرحلة التالتة بنسميها انافيز، واخر حاجة التيلوفيز. ايه اللي بيحصل في البروفيز؟ اللي بيحصل في البروفيز ان الكروماتين اللي كان في النيوكليوس هيتحول الى ثريدز او الى كروموسومز. يبقى ايه اللي هيحصل في البروفيز؟ ان الكروماتين هيحصل له كوندنسيشن، وبدل ما هو سائل داخل النيوكليوس دي ان ايه وهيستون بروتين ونون هيستون بروتينز، لا دلوقتي هيبقى اورجانيزد، اقدر اشوفه في صوره خيوط تحت الميكروسكوب. يبقى الكروماتين بيحصل له كوندنسيشن ونسميه كروموسومز. ده اللي بيحصل في البروفيز. كمان بيحصل ايه في البروفيز؟ ان السنتريولز هيحصل لها موفز. موفز تو ذا اوبوزيت بولز، واحده يروح ناحيه واحده هيروح، لو واحد راح ناحيه الثانيه يروح الناحيه الثانيه. اللي بيحرك السنتريولز دي هي المايكروتوبيولز. طب انا عندي اثنين سنتريول الناحيه دي واثنين سنتريول الناحيه دي، يبقى كام سنتريول؟ اربعه. مع ان الخليه اصلا فيها اثنين، حصل دوبليكيشن امتى؟ حصل الدوبليكيشن في الجي 2. يبقى في الجي 2 هيحصل دوبليكيشن للسنتريول. بدل ما كان عندي اثنين سنتريولز بسميهم سنتروسوم، دلوقتي بقى عندي اثنين سنتروسومز، واحد هيروح يمين والتاني هيروح شمال. يبقى السنتروسومز هتتحرك في الاوبوزيت بول. مين اللي هيحركها؟ المايكرو تيبيولز. ك
كمان اثناء البروفيز هلاحظ ان التو سنتروسومز هيبداوا يصنعوا مايكرو تيبيولز كتيره قوي، بسميها سبندل سيستم. ليه هم عندهم القدره دي؟ لان السنتروسومز فيها حاجه اسمها مايكرو تيبيول اورجانيزنج سنتر. يعني ايه مايكرو تيبيول اورجانيزنج سنتر؟ يعني مكان جوه السنتريول، مكان جوه السنتريول عنده القدره ان هو يعمل بوليمرايزيشن للتيوبيولين بروتين ويحوله الى مايكرو تيبيولز جديد. هذه الخاصيه مش موجوده في مكان تاني غير في السنتريول. مكانها ايه وشكلها ايه ونظامها ايه وايه اللي فيها محدش يعرف، لكن بنسميها كده مايكرو تيبيول اورجانيزنج سنتر. دي بتقدر تصنع لي المايكرو تيبيولز الكتيره دي اللي بنسميها السبندل سيستم. اثناء البروفيس كمان لو ابص على النيوكليار انفلوب الاقي له حصل له ديسنتجريشن. يبقى ايه الايفنتس اللي حصلت اثناء البروفيز؟ رقم واحد الكروماتين تحول الى كروموسومز. رقم اثنين السنتريولز مايجريت تو ذا اوبوزيت بولز. رقم ثلاثة طلع عندي مايكروتوبيولز جديدة سميتها سبندل سيستم. رقم اربعة النيوكليار انفلوب حصل له ديسنتجريشن. طيب اثناء الميتافيز بقى كده خلصنا البروفيز، في الميتافيز ايه اللي هيحصل؟ النيوكليار انفلوب رقم واحد ديسابيرز. بقى رقم واحد النيوكليار انفلوب حصل له ايه؟ ديسابيرز، خلاص ما عادش عندي نيوكليار انفلوب، بقت الكروموسومز دي موجوده فين؟ في السيتوبلازم. الكروموسومز هيحصل لها مور اند مور كوندنسيشن لدرجه ان يبان كل كروموسوم كما لو كان تو كروموسومز او تو كروماتيدز. يبقى دي حقيقته، هي بدا يبان على حقيقته. رقم ثلاثة الكروموسومز دي اللي هي بقت دبل كروموسومز او واضح تحت الميكروسكوب ان هي دبل كروموسومز هتأرنج في الاكواتوريال بلين بتاع الخلية. طبعا ده بلين مش خط، بلين يعني تقدر تبص كده على النجفة او تبص على وهي متعلقة وتاخد البلين بتاعها، نقول عليه اكواتوريال بلين. يبقى الكروموسومز أرنجت في الاكواتوريال بلين. من اللي بيعمل لها الارنجمنت ده بالمناسبة؟ المايكروتوبيولز برضه. يبقى لو بص على كل كروموسوم الاقي عبارة عن تو كروماتيدز، وفي السنتر موجود حاجة اسمها سنتروميل. بالمناسبة السنتروميل ده بيحصل له دابليكيشن هو كمان في الاسفيز، لان السنتروميل ده جزء من تكوينة الدي ان ايه، لكن بنديله اسم مخصوص لانه بيبقى حاجة مميزة ومميزة جدا في الدي ان ايه. يعني حاجة ايه ما نقدرش يعني مثلا زي مثلا لما الواحد فينا يقول انا جددت الشقة وبعدين يقول وجددت العفش. تمام، هي دي ممكن تشيل دي مع دي، لكن لان العفش طبعا هيبقى مكلف قوي فبياخد ايتم لوحده. السنترومير برضو بنقول ان هو حصل له دابليكيشن اثناء الاستفيز. يبقى انا عندي اتنين سنترومير اتاتشد هنا مع بعض. لو ابص على التو سنتروميرز دول الاقي حوالين كل سنترومير موجود خاص بيه حاجة اسمها كاينيتوكور، وده بروتين جديد بيتخلق اثناء الميتافيز. يبقى هنا عندي كاينيتوكور والسنترومير التاني ده ليه كاينيتوكور. يعني اذا الكروموسوم ده مش فيه سنترومير واحد، لا فيه تو سنتروميرز لكن اتاتشد ويز اتش اذر. بس انا في الحالة دي انا مش بسمي ده تو كروموسومز، بسميها تو كروماتيدز. اتاتشد فين؟ اتاتشد عند منطقة السنترومير. كل سنترومير هيبقى ليه كاينيتو كور. ايه هو الكاينيتو كور؟ كاينيتو كور، كاينيتو كور يعني حاجة لها علاقة بالحركة، بروتينز جديدة لها علاقة بالحركة. دي اللي هنشوفها دلوقتي. اثناء الميتافيز هتلاحظ ان في بعض المايكروتوبيولز اتاتشد بالكاينيتو كور، وفي مايكروتوبيولز تانية مش اتاتشت بالكاينيتو كور، بتطلع من السنتريول ده توصل للسنتريول ده، او تطلع من السنتريول ده توصل للسنتريول ده. يبقى اذا كل سنتريول بيطلع لي نوعين من ثلاث انواع الحقيقة، بس الثلاث مش مرسومة عندي فهنتكلم عنه بعد شوية. لكن عندي نوعين من المايكروتوبيولز، النوع الاولاني اتاتشت بالكاينيتو كور، النوع التاني مش اتاتشت بالكاينيتو كور. امال اتاتشت بمين؟ بالسنتريول التاني.
أثناء الأنافيز السنتريولز بتبعد عن بعضها. مين اللي بيبعدها؟ إن ده يطول، المايكروتوبيولز دي تطول، لما تطول تزق ده كده وتزق. المايكروتوبيولز دي حاجة عنيفة جدا وقوية جدا، لما تزق دي كده وتزق دي كده ألاحظ إن ده بيشد على التو كروماتيدز فيفصلهم عن بعض. لكن الجميل كمان إن الاتنين دول بيقصروا، يبقى ده بيطول والاتنين دول في نفس الوقت بيقصروا، فيقوم يشد أكتر على الكروماتيدز يفصلهم عن بعض. يبقى أثناء الأنافيز السيستر كروماتيدز موف توارد سنتروسومز باي شورتنينج أوف كاينيتوكور مايكروتوبيولز أند لينثنينج أوف نون كاينيتوكور مايكروتوبيولز. أثناء التيلوفيز، ودي آخر حاجة، الخلية بتطول خالص، المايكروتوبيول هتفضل تطول تطول، اللي هي دي ان هي النان كاينيتوكور مايكروتوبيولز هتفضل تطول، تبعد لي دول عن بعض وتشد معاهم السيتوبلازم، يبقى الخلية بتاعتي بقت إيلونجيتد. النيوكلير انفلوب بتاعي في نهاية التلوفيز هيبدأ يتكون. هتسألني طب وهو جايب بالبروتين منين إذا كنا إحنا لسه مش بنصنع بروتينز جديدة، لأن كل الدي إن هي عندي عبارة عن كوندنسين كروماتين. لا، ما هو هيستعين بالدي ان ايه، هيستعين بالنيوكلير انفلوب القديم ويبدا يصنع منه مره تانية، يعمل له اورجانيزيشن مره تانية ويحوله الى نيوكلير انفلوب جديد. طب الكروموسومز دي مصيرها ايه؟ هتتحول الى كروماتين. يبقى الكروموسومز دي في النهايه هتتحول الى كروماتين علشان تبقى دي ان ايه فانكشنينج دي ان ايه. يبقى اذا العمليه فعلا سايكل، بدات بكروماتين وانتهيت بكروماتين، بدأت ب 46 مولوكيول من الدي ان اي وانتهيت ب 46 مولوكيول من الدي ان اي، بدأت ب 1 سيل وانتهيت ب 2 سيلز، بدأت ب 1 سيتوبلازم ودلوقتي هنبقى 2 سيتوبلازم. لكن عملية السيل ديفيجن ما بتكملش الا لما السيتوبلازم هو كمان يحصل له ديفيجن. هذه العملية بسميها سيتوكاينيزيس. يبقى السيتوكاينيزيس مختلف عن الكاريوكاينيزيس اللي كان بيحصل في النيوكليس ده بنسميه كاريوكاينيزيس. يبقى اذا الام فيز او السيل ديفيجن عباره عن حاجتين، سيتوكاينيزيس وكاريوكاينيزيس. الكاريوكاينيزيس اتكلمنا عنه بالتفصيل، بروفيز ميتافيز انافيز انتيلوفيز. السيتوكاينيزيس هيحصل ببساطه شديده جدا ان الاكتين والمايوسين هيجي هنا عند المكان ده لما كانوا متصلين ببعض، وبعدين يفضل يضغط على السيل ممبرين لحد ما يفصلهم عن بعض. الخلية دي اللي هي الدوتر سيل دي انقسمت بقت تو سيلز. الخليتين دول هل شرط ان هم ينقسموا؟ لا طبعا، في خليه ممكن تنقسم وفي خليه ممكن ما تنقسمش، ودي حياتنا. في عندنا ستيم سيلز في جسمنا او في التيشوز بتاعتنا، في خلايا فانكشننج بديها اسامي وبتبقاش ستيم سيل، لكن الخلايا اللي بديها اسامي وبتبقاش ستيم سيل دي بسميها ايه؟ بسميها سيلز عادي. طب السيلز دي اللي هي ما هياش بتنقسم دي، يا ترى اقدر اقول عليها في السيل سايكل ولا بره السيل سايكل؟ طيب لو قلنا عليها في السيل سايكل زي خليه الليفر او خليه السكين، اقول عليها في الام فيز ولا في الانترفيز؟ لا طبعا، انا بشوف الخلايا بتاعتي كلها، النيوكلاي بتاعتي بشوفها في الانترفيز كويس. طب في الانترفيز في جي 1 ولا في الاس ولا في جي 2؟ لو قلت لي في جي 1 دي معناه ان الخليه بتاعتي لازم تنقسم لان هي هتدخل اس فيز، لو قلت لي في الاس فيز يبقى لازم تدخل في جي 2، لو قلت لي في جي 2 يبقى لازم تدخل في الام فيز. لكن الخليه بتاعتي لا في دي ولا في دي ولا في دي، علشان كده بسميها اوت سايد السيل سايكل او جي او، او يعني اوت سايد السيل سايكل. يبقى طب الخليه اللي اوت سايد السيل سايكل دي ممكن تدخل مره ثانيه السيل سايكل؟ والله حسب نوعها، لو كان لسه عندها امكانيه ان هي تدخل السيل سايكل هتدخل السيل سايكل، لكن لو كان ما عندهاش زي النيرف سيل والكاردياك ماسل سيل وتقريبا الماسل سيل، يبقى
وتقريبا معظم الهايلي ديفرنشيتد سيل ما تقدرش تدخل مره تانيه السيل سايكل. لكن لو كان لسه عندها الامكانيه زي ايه مثلا؟ زي خليه الليمفوسايت. خليه الليمفوسايت بتسيب السيل سايكل، لكن لو حصل لها ستيموليشن هترجع تاني تنقسم علشان تديني الميموري سيل لو انتوا فاكرين في الاميونيتي. يبقى اذا الخليه دي اللي في الجو او دي اللي اوت سايد السيل سايكل دي ممكن تلف مره تانيه وتدخل السيل سايكل. يبقى ممكن تلف مره تانيه وتدخل السيل سايكل. ده بيحصل ديفينيتلي في خلايا زي الليكوسايتس وزي الليمفوسايت وزي الايه وزي الهيباتوسايت. يبقى دي خلايا بتسيب السيل سايكل فتره من الزمن، ممكن شهر، ممكن شهرين، ممكن اسبوع، ممكن يوم، ممكن يومين، قاعده في جي اي في جي 1. لكن لان لو وصفتها بان هي في جي 1 يبقى لازم اقول ان هي داخله في الاس فيز. علشان اهرب من الحكايه دي فبسميها جي او. يبقى ايه هي جي او؟ دي اكستندد جي 1. اكستندد لمده قد ايه؟ اسبوع ماشي، شهر ماشي، شهرين اوكي، سنه فور ايفر يس. اذا الخليه اللي في جي او بتبقى نون بروليفراتيف هايلي ديفرنشيتد، بتدخل الجي او كحاله من الجي 1. الميتابوليك اكتيفيتي بتاعها بيزيد لان ممكن تبقى فانكشنج سيل. يبقى في الجي او اهي الجي او ممكن تدخل السيل سايكل وممكن تهرب خالص من السيل سايكل. ات مي ريمين، ممكن تفضل على طول زي الكاردياك ماسل سيل والنيرف سيل. كويس. البروفيس، تعال نراجع البي دي اف اللي هي معانا. في البروفيز الكروماتين هيحصل له كوندنسيشن وبقى هايلي كويلد. كل كروموسوم هيتكون من تو سنتر من تو كروماتيدز واتاتشد عند السنترومير. وعايزين نعرف ان احنا عندنا اتنين سنترومير، واحد يمين والتاني شمال. ده ليه كاينيتوكور وده ليه كاينيتوكور. كل كروموسوم بيتكون ليه حوالي اتنين كاينيتوكورز عند السنترومير. اوكي. التيسنتروسومز في البروفيز قلنا الكلام ده عندهم مايكرو تيوبيول اورجانيزنج سنتر هيصنع على السبندل سيستم. السنتروسومز موفز تو ذا اوبوزيت بولز. النيوكليير انفلوب هيحصل له ديسنتجريشن. قبل الميتافيز بشويه المايكرو تيوبيولز بيكام اتاتشد للكاينيتوكور. واحنا عرفنا يعني ايه كاينيتوكور ازمة سبندلز. لكن في عندنا نان كاينيتوكورز من المايكرو تيوبيولز هيتفاعلوا مع بعضهم ودول اللي بيطولوا لي ايه الخليه. الكروموسومز ارانجد في الميتافيز في الاكواتوريال بلين. واللي قلنا اللي بيعمل لهم ارانجمنت ده هو المايكرو بتفضل تطول وتقصر تطول وتقصر تطول وتقصر لحد ما تحس ان كل الكروموسومز دي في الاكواتوريال بلين. وهنا تشيك بوينت مهمه جدا بسميها ام تشيك بوينت، ان هي تختبر لي هل كل الكروموسومز بتاعتي في الاكواتوريال بلين ولا لا. ولو ما كانش مش هيكمل السيل ديفيجن. النيوكليير انفلوب بتاعي ديسابيرز. في الانافيز، في الانافيز قلنا ان المايكرو تيوبول اورجانيزنج سنتر هيكتر هيطول المايكرو تيوبولز هنا وياثر المايكرو تيوبولز هنا. ده بينتج عنه كليفج لل كروماتيدز. يبقى كل كروماتيد دلوقتي ما عدتش اقدر اسميه كروماتيد لكن هقدر اسميه نيو كروموسوم. ده هيروح الناحيه دي وده هيروح الناحيه دي. يبقى عند زي نو ذا اند فيز بقى عندي تو سيتس اوف كروموسوم، اللي هنا بيتكون من 46 واللي فوق ده هيتكون من 46. في التيلوفيز بقى وده اخر مرحله قلنا قبل كده النان كاينيتوكور مايكرو تيوبولز هتطول والثانيه هتقصر. الكروموسومز هتبقى هنا عندي هنا 46 كروموسوم وعندي هنا 46 كروموسوم. هيبدا يتكون النيوكليير انفلوب مستخدما الاولد نيوكليير انفلوب اللي كان موجود في الخليه قبل كده. بعد كده الكروموسومز دي هتتحول الى كروماتين والنيوكليولس تبدا تظهر. يعني ايه نيوكليولس ولا اي حاجه؟
الكروموسومز اللي بنسميها الاكروسنتر كروموسومز 13 و14 و15 و21 و22، الشورت ارمز بتاعتهم بتروح تقعد على الكافي شوب ده مع بعضها لانهم اصحاب جدا، والجينات اللي عليهم متشابهه جدا جدا جدا، فيبقوا موجودين في مكان واحد. هذا المكان بسميه انا بسميه نيوكليولس. يبقى النيوكليولس هتبدا تظهر لما الكروموسومز اللي عاليه نفس الجينات اللي مهتميه بتصنيع الريبوسوم الار ان اي تروح تقعد جنب بعضها في مكان، ونسمي احنا المكان ده نسميه ايه؟ نسميه نيوكليولس. السيتوكاينيزيس اتكلمنا عليه، ده هيحصل فورو في السيل ميمبرين. مين اللي هيعمله لي؟ مين اللي هيعمل لي الفورو ده؟ اللي احنا سميناه الاكتين والمايوسين فيلمنتس. ما يقدروا طبعا اتاتش بالسيل ميمبرين من هنا واتاتش بالسيل ميمبرين من هنا، يفضلوا يقصروا 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 زي المصر كونتراكشن بالظبط لحد ما هم هوب يقوموا قاسمين دي الى خليتي. يبقى احنا اخدنا مع بعض ايه الديفينيشن اوف ذا سيل سايكل، الفيزز اوف ذا سيل سايكل، انترفيز عرفنا يعني ايه انترفيز ما بين تو سكسيسيف ام فيزز، وقسمناها لجي 1 اس فيز وجي 2، عرفنا ايه اللي بيحصل في الجي 1 اللي هي الجروث، وايه اللي بيحصل في السنس اوف ذا دي مرحله السنس اوف ذا دي ان ايه، وايه اللي بيحصل بعد السنس اوف ذا دي ان ايه اللي هو بريبريشن علشان الام فيز. والام فيز قسمناها الى اربع مراحل، بروفيز وعرفنا ايه اللي بيحصل فيها تحت الميكروسكوب بالنسبه للنيوكليس، الميتافيز وعرفنا ايه اللي بيحصل فيها، الانافيز اند تيلوفيز. لكن بقى لنا نقطة مهمة كنا كاتبين العنوان بتاعها، هي الريجوليشن اوف السيل سايكل. يا ترى ايه اللي بيعمل لي ريجوليشن للسيل سايكل دي؟ في عندنا ثلاث حاجات مهمين وثلاث عناوين كبار المفروض نقرا تحتهم كتير اكتر من اللي احنا هنقوله دول بالمراحل. العنوان الكبير الاولاني بنسميه اكسترا سيلولار فاكتورز، الحاجة الثانية فيزيكال فاكتورز، الحاجة الثالثة انترا سيلولار فاكتورز. هنحاول ناخد امثلة بسيطة والباقي هيعتمد على قراءة الاكسترا سيلولار فاكتورز دي. في بعضها بنسميه الميتوجينز، في بعضها بنسميه الجروث فاكتورز، وبعضها بنسميه السيرفايفل فاكتورز. الانترا سيلولار فاكتورز المثال بتاعنا اللي هناخده هو التيلوميرز، الفيزيكال فاكتورز زي الدينستي ديبندنت انهبيشن والانكورنج ديبندنت انهبيشن. كلام شكله صعب لكن هنفاجئ ان هو اسهل منه ما تلاقيش. الميتوجين استيميوليت السيل ديفيجن، ازاي ستيميوليشن للسيل ديفيجن؟ بان هو يشيل الحاجه اللي عامله انهبيشن للسيل سايكل، يبقى دي بسميها الميتوجين. يبقى هو الميتوجين، الميتوجين دي عباره عن فاكتورز اكسترا سيلولار فاكتورز بتعمل ستيميوليشن للسيل ديفيجن ازاي؟ ريليفنج الانترا سيلولار نيجاتيف كنترول. امال ايه هي جروث فاكتورز؟ دي بتزود السينسز اوف بروتين وتقلل الديجراديشن زي مثلا الجروث هرمون، يبقى ده بيزود الايه؟ بيزود السنسز اوف بروتينز، يبقى ده جروث فاكتورز. ده بيساعد في السيل ديفيجن طبعا او بيساعد في السيل سايكل طبعا. السرفايفل فاكتورز سبريس الابوبتوس، يبقى لو الخليه بتاعتي بتدخل في ابوبتوس كل شويه وانا عايز احافظ عليها، يبقى في الحاله دي لو انا عندي ازمه خلايا يعني يبقى اوقف عمليه الابوبتوس بسرفايفل فاكتورز. أمثلة للميتوجينز ودي بنقراها كتير وبنشوفها كتير في الريفرنسز بتاعتنا واحنا بنعمل ابحاثنا او واحنا بنشتغل في اي حاجه، بنلاقي حاجه اسمها بليتلي درايفد جروث فاكتورز. موجود فين؟ موجود في الابيثيليال سيلز، موجود في الفايبروبلاست، في السموس ماسل سيل، في النيوروجلايال سيلز، في عند الابيديرمال جروث فاكتورز موجود في الابيديرمال سيلز والابيثيليوم، موجود في النون ابيثيليال سيلز كتيره اللي هو الابيديرمال جروث فاكتور، الحاجه بتتسمى بالاسم اللي اكتشفت فيه لكن بيفاجئوا انها موجوده في اذر تايبس اوف سيلز. الاريثروبايوتين وده طبعا موجود اللي بيعمل ستيموليشن للاريثروبايسيس اللي هو ريد بلاد سيل فورميشن. ترانسفورمينج جروث فاكتور بيتا وده الاختصار بتاعه، وده برضو من الحاجات اللي موجوده في معظم في بعض السيلز. ده مثال بسيط مش علينا لكن برضو علشان نبقى عارفين يعني ايه مايتوجين. لو قلنا ان الخليه دي عليها ريسبتور لسيرتن مايتوجين، ده المايتوجين لما يروح يتفاعل مع الريسبتور هيدخل يعمل استيميوليشن للريسبتور ده، يوم يعمل اكتيفيشن للراس بروتين، هذا الراس بروتين هيروح يعمل اكتيفيشن للماب كاينيز انزيم، هذا الماب كاينيز انزيم هيروح يدخل على المايس جين،
والميس جين ده موجود على الكروموسوم تقريبا 19 على ما اذكر في جوه النيوكليس، هيروح يعمل له ستيميليشن ويطلع الميس بروتين. هذا الميس بروتين هيروح على الكروموسومز الثانيه دي علشان يعمل لها ستيميليشن ويطلع لي الفاكتورز دي اللي هو يزود لي السايكلين دي ويزود لي البي 27 ويزود لي الاي 2 اف. طبعا لما ندخل هنا على الخريطه اللي انا حاطها جنبك دي هيعرفك يعني ايه الاختصارات دي. في الاخر كل ده هيروح يعمل لي ستيميليشن للسي دي كي اكتيفيشن. في النهايه هيدخل الخليه، طبعا هيعمل ستيميليشن للريتنوبلاستوما جين او يعمل فسفوريليشن للريتنوبلاستوما بروتين. في الاخر هينتهي بالايه؟ بالاس فيز. لو ما فيش النيتروجين ما فيش اس فيز، لو زاد النيتروجين هتزيد الاس فيز، لو زاد قوي هتزيد الاس فيز قوي، هيبقى ندخل في قصه ثانيه. يبقى ايه هو النيتروجين؟ ان ذا ابسنس اوف ذا نيتروجينيك سيجنالز انهبيشن اوف سي دي كي ان جي 1 از مينتيند. يبقى الانهبيشن السي دي كي ده انهبيتور از مينتيند، وبالتالي السيل سايكل اريست. وجود النيتروجين بيمنع الانهبيشن ده فبيخلي الخليه بتاعتي تنقسم. ان سام كيسز سيلز بارشل ديسسمبل زير سيل سايكل كنترول، قلنا زي النيرف سيل والماسل سيل دي خلاص بتدمر الحكايه دي وبالتالي ما عادش تستجيب الى اي نيتروجين. النورمال سيل بتعمل ديتكشن للابنورمال نيتروجينيك ستيموليشن، abnormal mitogenic stimulation and aid response by preventing further division. Such checkpoints prevent the survival and proliferation of cells with various cancer promoting mutation. عندي ميتوجين، هذا الميتوجين بسميه بروتو اونكوجين. هذا البروتو اونكوجين تحول الى اونكوجينيك بروتين. هذا الاونكوجينيك بروتين هيروح يعمل ستيميوليشن للسيلز علشان يقلبها الى كانسر سيلز، او يعمل ستيميوليشن للسيل سايكل يدخلها في انكنترولابل بروليفيريشن. المفروض ان ده بيحصل نورمالي عندنا في كل الوقت، لكن عندنا جوه السيل سايكل بتاعتنا او جوه النيوكليس بتاعتنا او جوه السيتولازم بتاعنا او جوه حياه الخليه بتاعتنا حاجه اسمها تشيك بوينت. هذه التشيك بوينت اللي اتكلمنا عليها موجود منها اربعه، واحده في جي 1، واحده في الاس فيز، واحده في جي 2، واحده في الام فيز. هذه التشيك بوينت لو لقيت الميتوجين اللي بيحرك الخليه بتاعنا ابنورمال بتوقف السيل سايكل وتدخل الخليه في ابوبتوس. يبقى احنا كده اخذنا فكره عن يعني ايه ميتوجين. الفيزيكال فاكتورز اللي ممكن تاثر على السيل سايكل، رقم واحد الدينستي انهبيشن، الدينستي ديبندنت انهبيشن. وفي الدينستي ديبندنت انهبيشن بنقول ايه؟ ايه اللي بيخلي الليفر ياخد الحجم ده ويقف؟ ايه اللي بيخلي الكدني تاخد السايز ده وتقف؟ ايه اللي بيخلي السكين ما يستمرش على طول في السيل ديفيجن ويبقى فيري ثيك سكين؟ ده بنسميها الدينستي ديبندنت انهبيشن. السيل سايكل ليها عدد من السيل ديفيجن بعدها بتتوقف عن السيل ديفيجن، ده غير ان هي بتعتمد على النيوترينتس والجروث ريجوليتور. الانكور ديبندنت انهبيشن ده غير الدينستي ديبندنت انهبيشن وده برضه فيزيكال. ده ممكن يقول لك ده ممكن تفسر بيه ايه؟ ليه الليفر بياخد الشكل ده وليه الكيدني بتاخد الشكل ده؟ ولو هل لو انا حطيت السيلز بتاعت الكيدني جوه الليفر هيحصل لها جروث؟ وهل لو خدت السيلز بتاعت الليفر حطيتها في الكيدني هيحصل لها جروث؟ طبعا ده عمره ما هيحصل باستثناء حاجات بسيطه جدا زي البارا ثايرويد جلاند ممكن ازرعها في السكن. ليه ما بيحصلش جروث؟ علشان الانكورنج سيجنالز اللي موجوده على السيل ميمبرين. كل خليه لازم تتعرف على اللي جنبها، لو ما لقيتش اللي جنبها مش من نفس النوع من السيلز مش هيحصل لها سيل ديفيجن. دي بسميه انكورج. يبقى انكورج السيجنال تو سيل سايكل كنترول سيستم باي لينكج بتوين ميمبرين بروتين والسيتوسكيلتون اللي موجود جوه الخليه. ده الفيزيكال فاكتورز. لو ابص كده على الصوره دي هلاقي دي الفايبروبلاست تفضل تنقسم تنقسم تنقسم، دي كده بقت ايه؟ بقت كانسر سيلز، لان هي المفروض تفضل انكورنج او تفضل على السيرفيس بالشكل ده. لكن انا لو افقدتها البروتينز اللي بتخليها على السيرفيس سيل دي وزرعتها مره ثانيه يبقى دي هتتحول الى
الكانسر سيلز. اخر حاجه هنتكلم عليها هي الانتراسيلولار فاكتورز، وهناخد مثال ليها اللي هو التيلومير. زي ما احنا شايفين كل مره الكروموسوم ده بيدخل في سيل ديفيجن الاقي الكروموسوم ده بيقصر حته يقصر حته يقصر حته يقصر لحد ايه؟ لحد النمبر اوف سيل ديفيجنز اللي ممكن تتعرض لها الخليه دي او تستحملها الخليه دي او قابليتها للانقسام او عدد مرات اللي ممكن تنقسم، ودي بتختلف من تشو لتشو ومن اورجن لاورجن ومن خليه لخليه. لكن المتوسط بتاعنا زي الفايبروبلاست اللي كنا مدين مثالها في الطبق ده كان 50 انقسام، يعني الخليه تقعد تنقسم 50 مره ورا بعض وبعد كده لازم تتوقف عن السيل ديفيجن، مش بمزاجها. ليه؟ لان الكروموسوم بتاعها خلص التيلومير، كل مره يقصر 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 خلص التيلومير ما عادش عنده قدره على الانقسام. ال 46 كروموسوم عليهم 46 تيلومير. يبقى اذا التيلومير ده موجود في الخليه علشان يحدد لي النمبر اوف سيل ديفيجن. لو بقى عندي سيستم جديد يصلح لي التيلومير ده ويخلوه لي بعد ما افقده كده يرجعه لي بقى مره ثانيه لهنا، يبقى اذا الخليه تفضل تنقسم الى ما لا نهايه. السيستم ده انا بحتاجه امتى؟ بحتاجه في حالات معينه، وليكن لو نبص كده على الامبريو هنلاقي ان السيل ديفيجن انكنترولابل او بيبقى انفينيتيف، يعني الى ما لا نهايه. الخليه اللي بتبدا بزايجوت دي وتنتهي بفول اورجانيزم يبقى اذا انقسمت انقسامات لا نهائيه. طب التيلومير بتاعها اخباره ايه؟ لا التيلومير بتاعها مش في الحسابات، لان هي عندها انزيم اسمه تيلوميريز انزيم بيرجع التيلومير ده مره تانية. لكن بعد الماتيوريتي لو التيلوميريز انزيم ده موجود يبقى 100% انا داخل على كانسر. يبقى لو التيلوميريز انزيم ده موجود او التيشو بتاعي او السيلز بتاعتي انتجت مره تانية التيلوميريز انزيم يبقى انا داخل على كانسر. يبقى اذا الكنترول سيل سايكل اتكلمنا عنه اللي هو الريجوليشن اوف سيل سايكل اتكلمنا عنه، لكن ده عنوان تاني بنسميه الكنترول سيل سايكل اللي هو السي دي كي والتشيك بوينتس والانكتيفيشن اوف سايكلين. دول ثلاث عناوين المفروض نقرا عليهم شويه. لكن باختصار انا عندي اربعه تشيك بوينت، واحده في جي 1 وواحده ما بين الجي 1 والاس والثانيه في الاس والثالثه في الام فيز. السايكلينز في الاربعه فيزز لهم اسامي مختلفه، والسي دي كي اللي هو كاينيزس دي اللي بترتبط بالسايكلين برضه ليهم اسامي مختلفه. الرياكشن ما بينهم الاثنين بينتج عنه ايه؟ ده اللي هنعرفه في الجدول اللي قدامنا ده لما نقراه بالتفصيل. يبقى احنا اتكلمنا عن ايه النهارده؟ اتكلمنا عن الفيز بتاعت السيل سايكل انترفيز وميتافيز. يبقى اتكلمنا عن الريجوليشن او سلسلة اكسترا سيلولار فاكتور واخدنا ما فيها منها مثال النيتروجين، وبعدين اتكلمنا عن الفيزيكال فاكتورز واخدنا فيها وعرفنا منها حاجتين الدينستي والانكورنج بروتينز، وبعدين اتكلمنا عن الانترا سيلولار فاكتورز واخدنا ليها التيلوميريز. ان شاء الله نشوفكم في محاضرة جديدة او نسمع بعض محاضرة جديدة في إيه جيناتك، ونتقابل إن شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.